السلام عليكم يا أحلى المتابعين قناة زهراء سعيد. اليوم جد باش نعاود لكم واحد القصة، قصة ديال واحد الرجل زوج المرأة ديالو بيده. فتبعوا القصة حتى الأخير باش تعرف علاش الرجل زوج المرأة ديالو بيده. هذا واحد الرجل عايش في أوروبا على برا على برا، شنو هي على برا؟ هي أوروبا. المهم ديوش عليا، هذا واحد المدة حتى لواحد المرة قال بلاتي انا خصني نتزوج بنت بلادي. هو يعيط على اخته قال لها اختي غدبر ليا شي بنت الناس تكون معقولة على يدك. قالت له واخ يا اخي انا غندبر لك على المرأة. وحتى هي ما كتعرف شي وحدة زي خصها شي وحدة معقولة، مشات لعند واحد السيدة تيقة زعما على قبل الفلوس، بنادم يقدر يدير اي حاجة، ولكن الله يبعد علينا الناس اللي كيديروا اي حاجه على قبل الفلوس. فمشات عند واحد المراه قالت ليها هانتي بغيت واحد البنت تكون زوينه، الا كاين شي وحده على يدك معقوله خصني نزوج لخويا. قالت ليها مرحبا، ولكن خصك تعطيني حبه ملي خوك على برا، باين فيها يكون لاباس عليه، ضروري تدبر ليا باش ندبر لك. قالت ليه واخا ولا عليك، خويا راه قالها لي، قال ليا واخا تعطي الفلوس يعني اي وحده دبر لك شي وحده معقوله الا ما كتعرفيهاش انت صافي. والسيده درت صافي، قالت انا غادي ندبر له المراه. فعلا دبرت له المراه بالحق، قالت له خصني الفلوس هما الاولين. الاخرى ما شافتهاش، قالت ليها صافي، قالت لي ولا عليك الفلوس ديالك غيكونوا عندك. ايوا مشات السيده جابت الفلوس الاخرى، شدت الفلوس قالت ليها المراه واش كتثقي فيا؟ قالت لها انا كنثق فيك. قالت ليها المراه كاينه، ما تعرفي انت غير خوك يوجد راسو يوجد وريقاتو باش يديروا العقد. من يجي لقى المراه ديالو تستناه وصاف. الاخر ما عندوش يكون جي بزاف باش يجي يوجد يدير يوجد العرس. وقال لاختي، قال ليها اختي انا غادي نصيفط لك وكاله غادي ديروا نتوما العقد تما، غنصيفط لك الوكاله وكل شيء يعني يكون باش من يجي نلقى كل شيء موجود. وفعلا داك الشيء اللي داروا. ايوا الاخرى صافي طار الوكاله، والاخرى ما عرفش كيفاش داروا. ومهم هذيك عندها الربيبه ديالها، هذيك المراه شدت الفلوس على قبل انها الربيبه ديالها تزوجها. ايوا مشات داروا العقد ونهار العرس الاخت صيفط لها الاخ الفلوس باش توجد العرس. وجدوا العرس وجا الراجل العرس، المراه ما شافهاش، قال صافي المهم تقف اختو. قالت له راه مزيانه وهذا الشيء. ايوا جا الليل ملي جا دخل البيت قال ليه انا العروسه ديالك هي تما. ملي جا دخل لقى بنيته كتبكي، عندها شي 12 عام هكا كتبكي. قالت لي قال ليها ملكي، قالت له قال لها ملكي، قالت له نسيت المونيكا ديالي في الدار ديالنا عند مرات الوالد. قال ليها شنو؟ قال ليها شنو دابا لقاها لابسه لباس؟ قال ليها شنو هادشي ما فهمت والو. قالت له انا اللي عروسه. قال لي ومالك كتبكي؟ قالت له انا نسيت المونيكا ديالي سميتو. والراجل تصدم ما عرفش حتى شنو غايقول. قال صافي بلاتي، المهم خلاها ما قاسها ما والو، حيت بنيه باقا صغيره. الصباح مشى لعندهم، مشى لعند مرات باها، قال ليها عطيني، قال ليها شنو هادشي اللي درتي؟ قالت له المهم راه بغيتي المراه، راه هذيك راه المراه ديالك بالشرع والقانون وصافي. قال ليها صافي ما عليناش، عطيني انت يا غير داك مونيكا ديالها كنت كتبكي عليها في الليل. وجاب ليها المونيكا ديالها وصافي، السيد دار ليها الوريقات ديالها وداها معاه، داها معاه وعشت معاه، هزها تهلا فيها وقراها. السيد
يعني خلاها معاه في الدار، ولكن ما قساش وخدم عليها، قراها مزيان حتى وصلت ولات دكتوره. واحد النهار وما قال ليها والو، يعني واحد النهار وهي تقول ليه وكتقول ليه بابا با، قال ليها راه كاين واحد، قالت له كاين واحد السيد خدام معايا خصني نتزوج به، خصني بطبيعه الحال موافقة ديالك. قال ليها مرحبا، ولكن واحد الحاجه، خصني انا بعدا نطلقك، راكي باقا في القانون المرأة ديالي، خصني نطلقك وعاد نتزوج بك الاخر. فعلا داكشي اللي دارو. المهم توصلت شي 20 سنة هيدا وصافي، السيد طلقها وتزوجات براجل اخر، هذاك خلاها كبحال بنتو ربا في الدار. وشوف بنادم راه باقي فيه الخير، كل شي واحد اخر راه ما غاديش يخليها من طبيعة الحال يقول هذه المرأة ديالي، ولكن هو منين ربع عليها الكبدة بقى صغيرة، بنية صغيرة كبرت قدامه وفعلا خلاها حسبها بنته. ايوا كنتمنى القصة ديالي من الاعجاب ديالكم. حتى واحد الكلب هنايا بقى كيهوهو. السلام عليكم، شكرا لكم يا اهل المتابعين قناة زهراء السعيد.